أهلا بكم مشاهدينا. بعد موجة صراعات كانت قد أخرت كثيرا من عجلة التقدم للعملية السياسية، فإن تغيير مسار هذه الصراعات والمناكفات باتجاه التفاهمات والحوارات كان قد أعطى انطباعا آخر، يبدو أنه سيمهد لتشكيل الحكومة المرتقبة التي تؤكد المعطيات فيها بأن ملامحها ستكشف خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن ذلك ما أكدته قيادات في الإطار الشيعي الذي يتصدر المشهد من حيث الحراك نحو تقارب وجهات النظر بين بقية الأطراف والقوى السياسية التي تجري اليوم إلى جانب الإطار أو تجري مع الإطار حوارات مكثفة تشير إلى منعطف جديد ينتهي به المطاف نحو حكومة شراكة وطنية. إذن مشاهدينا، في هذه التغطية سنناقش هذه المحاور وتداعيات الأزمة السياسية مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. ما أن بدأ النواب البدلاء استئناف مهامهم البرلمانية بعد أداء القسم الدستوري حتى بدأت ولادة مرحلة جديدة للعملية السياسية، إذ اتجهت بوصلة الفرقاء السياسيين إلى تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد ملامحها بعدما اقترح الإطار الشيعي تشكيل حكومة خدمات وطنية توافقية. فالسير بهذا الاتجاه أصبح شبه متفق عليه في خطوة تنضوي تحت مبدأ إعلاء المصلحة العامة للبلد، فملامح حكومة الشراكة السياسية تبدو مقدماتها واضحة مع اطلاق المفاوضات والحوارات بين القوى بمشاركة الكتل أجمع دون إقصاء طرف أو تهميش آخر، إذ سيحسم بعدها ملف الحكومة الجديدة وبرامجها التي تمضي عليها. فالحراك الذي يقوده الإطار الشيعي في الساحة السياسية اليوم بمساع تهدف إلى ترميم العملية السياسية بعد طول تصدع شهدته، فاليوم يرى المتابعون أن الاتفاق هو السمة البارزة في المشهد الحالي، وترجيحاتهم تشير إلى انفراجة قريبة وتغيير للوضع الراهن. ويؤكد الإطار الشيعي وحلفائه بما فيهم الاتحاد الوطني أنه سيشكل لجانا تفاوضية مع جميع القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة، فكل الطرق تؤدي لحلحلة الأزمة السياسية، وقراءات تتحدث أن 10 تموز أي بنهاية العطلة التشريعية ستكون هذه الانفراجة المرتقبة لانغلاق سياسي طال أمده. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وعنوان هذه الساعة المشهد السياسي العراقي تحولات بينية ومتغيرة آنية، نناقشها اليوم مع أستاذ حسين الكناني منسق شبكة الهدف للتحليل السياسي. أستاذ حسين مرحبا بك. مرحبا بكم وبمشاهديك الكرام، حياكم الله. الحوارات السياسية الأخيرة بعد التحولات أو المنعطفات التي حدثت مؤخرا في المشهد السياسي، إلى أين تتجه الأمور؟ هل بات واضحا ملامح شكل الحوارات على أننا ذاهبون إلى حكومة توافقية، أم سنتجه إلى شكل حكومة آخر لا توافقية ولا حتى حكومة شراكة؟ يعني أعتقد أنه المبدأ الأساسي الذي ارتكز عليه الإطار منذ بداية تشكل هذا الإطار، يعني منذ نتائج الانتخابات، طالبوا بشكل واضح أنه ضرورة أن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها حكومة شراكة، حكومة توافقية، لأنه هنالك الكثير من الشبهات، ولدفع هذه الشبهات، شبهات التلاعب بنتائج الانتخابات وغيرها، الاختلاف السياسي بين سابقا التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، كانت هنالك رؤية للإطار هو أن تكون حكومة توافقية تشمل الأطراف. عندما انسحب التيار الصدري تغيرت الخارطة السياسية. اليوم بدأ لدى الديمقراط الكردستاني رؤية، وأعتقد هي قبل انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية كانت لديه رؤية أيضا قريبة من الإطار، هي ضرورة إشراك الإطار في تشكيل الحكومة، وبالتالي اليوم الإطار التنسيقي ذهب بهذا الاتجاه، هي حكومة شراكة أو حكومة توافقية. المبدأ واحد، هو لا يعني كل من يرغب أن يكون جزء مشاركا في هذه الحكومة الباب مفتوح، وأيضا من يرغب أن يذهب إلى المعارضة، هناك بعض الأحزاب وبعض الجهات والشخصيات ترى أن من الضروري أن تكون هناك معارضة، وليس بالضرورة أن تشارك كل الأحزاب في هذه الحكومة، وأيضا هنالك المستقلون قد لا يرغبون أن يكونوا جزء من هذه الحكومة، وبالتالي سوف تتشكل لدينا معارضة
هذه المعارضة داخل قبة البرلمان. هذا واضح، هذا كل اللي تتحدث عنه سيد حسين. نعم نعم يعني هذا واضح. وبداية انسحاب الصدرين من العملية السياسية، تحدثوا ان المعادلة تغيرت يعني، واحنا امام واقع جديد. وين ملامح هذا الواقع؟ يعني منذ الانسحاب او المصادقة على الاستقالة وتأييد يعني القسم بالنسبة للنواب الجدد، هو ماكو واقع جديد. لا الواقع الجديد انه بعد ان انسحب التيار الصدري هنالك شبه اجماع انه الحكومه التي سوف يتم تشكيلها هي حكومه توافقيه. هذا يعني هذه الجهه، هذه الكفه بدات واضحه. وهذه حقيقه لديهم عدد، خصوصا بعد تعويض عدد النواب الذين المستقيلون من قبل التيار الصدري، وبالتالي زادت ارجحيه الاطار التنسيقي دوله القانون، وهكذا بقيه الاحزاب المشاركه. ومن هنا نعتقد انه هذه الصوره للحكومه. ايضا انتماء بعض الاحزاب القوى، الديمقراط الكردستاني ايضا كانت لديه هذه الرؤيه. وايضا لدينا ايضا واقعيه انه هنالك بعض الاحزاب لا ترغب ان تكون جزء من الحكومه، مثلا السيد عمار الحكيم منذ البدايه ذكر انه لن يشارك باي حكومه يتم تشكيلها. هذه نقطه. النقطه الاخرى انه لدينا بعض النواب المستقلون أيضا لديهم رغبة بعدم المشاركة بأي حكومة يتم تشكيلها. ومن هنا سوف ينقسم لدينا كل يعني ما لها تأثير بالعملية. لا بغض النظر أنه سوف تكون حجم تأثيرها، لكن سوف تفرز لدينا معارضة داخل قبة البرلمان، وأيضا سوف تفرز لدينا أنه هناك بعض الأحزاب غير مشاركة في هذه الحكومة. هذه واقع. حجم المشاركة وحجم المعارضة هذه مسألة أخرى. الأغلبية سوف يذهبون باتجاه تشكيل الحكومة، وهذه الحكومة هي حكومة شراكة، حكومة أغلبية وطنية، أيا ما شئت تسميها، وإنما سوف تكون شاملة للأغلبية الأساسية في من قبل يعني أغلبية الأحزاب والتيارات والحركات. طبعا تحول إلى سيد نبيل العزاوي الباحث بشأن السياسيين، انضم إلينا عبر السكايب. أستاذ نبيل مرحبا بك. يعني نتحدث عن التوافق، والتوافق يحتاج إلى اتفاق. الكردستاني والاتحادي حتى اللحظة لم يتوافقوا أو لم يتفقوا على مرشح. الأمور تتجه إلى ربما السيناريو المتوقع أن يذهبان بمرشحين إلى البرلمان ويبقى الحكم للبرلمان. يعني السيناريو آخر ربما سيظهر في الأيام المقبلة فيما يخص الحزبين الحاكمين في الإقليم. شكرا جزيلا للاستضافة. لا زالت الصورة لحد هذه اللحظة ضبابية، ولا زال المشهد ضبابي، خصوصا أن الاتفاق نهائي ما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد على تسمية الشخص الواحد. وأعتقد أننا سنذهب إذا بقت هذه الخلافات إلى سيناريو 2018 حينما دخل الاتحاد مع الديمقراطي بمرشحين اثنين. نعم، يعني خلال الساعات او الايام القليله القادمه سيكون اتفاق، حسب ما وصلتنا من معلومات ان الاطار التنسيقي منهمك جدا خلال هذه الايام والساعات على بلوره صيغه وبلوره اتفاق. هذا الاتفاق ستشرك به كل القوى، سواء السياده او الديمقراطي وباقي مكونات الإطار. ولكن أكثر ما نحتاج سيدتي الكريمة إلى برنامج قابل للتطبيق. هذا البرنامج أنا أعتقد يجب أن يكون مختلفا تماما عن البرامج التي كانت تقدم طيلة أربع حكومات. كانت هنالك كما تتذكرين هنالك منهج مكتوب من 40 أو 30 صفحة، وهذا المنهج حينما يقدم يكون مستهلكا، لم يكن هنالك اتفاق على هذا المنهج. بالتالي أنا أعتقد أن قوادم الأيام ستكون صعبة جدا، وخصوصا إذا ما فهمنا أننا أمام تحديات خطيرة. هذه التحديات أبرز هذه التحديات ممكن نعتبر أنه التحالف الديمقراطي والسيادة مع الصدريين ما زال قائما، ممكن هذا يشكل تحدي أيضا في عملية تشكيل الحكومة، وحتى وإن تشكلت الحكومة كعمل أداء الحكومة مستقبلا. يعني حسب ما فهمت من السؤال بأنه تحالف السيادة قائم، لا
لم اسمع السؤال جيدا سيدتي. يعني التحالف مع الصدريين، حتى الصدريين بعيدين عن العمل السياسي حاليا، لكن تحالفهم تحالف سياده وديمقراطي مع الصدريين ما زال قائم، هم يتحدثون هكذا، كيف سيؤثر على مساله الحوارات وعلى تشكيل الحكومه وعلى اداء الحكومه مستقبلا؟ اولا اداء الحكومه مستقبلا سيكون يعني ضمن خارطه جديده تختلف تماما عن كل المسميات والامور التي حدثت، خصوصا اذا ما علمنا ان التحالف الثلاثي قد انتهى، خصوصا بعد انسحاب التيار الصدري. نعم ان هنالك نسمع ان هنالك يعني اتصال هنا وهناك، ولكن الامور بادت واضحه جدا سيدتي الكريمه. يعني هذه الحكومه ستكون حكومه جامعه، حكومه يكون الكل يشترك في صنع هذا البرنامج. خلال هذه الايام ستكون هنالك، نعم انا اعتقد ستكون مفاجات من كثير من القوى، خصوصا اذا ما علمنا. اعود اليك استاذ حسين، يعني بعد انسحاب التيار الصدري، نتحدث حتى باللحظه عن الانسحاب، لانه يعني مشكله التيار يعني قائمه بوجوده وحتى وهو بعيد عن العمل السياسي. على ما يبدو ان الحوارات يعني ما بين القوى السياسيه مستمره وفي الحسبان، يعني التيار الصدري يبقى في حسابات القوى السياسيه حاضرا. احنا كنا نتامل بعد الانسحاب انه يعني ربما قوى اخرى ستظهر على الساحه، معادلات سياسيه جديده. اليوم نتحدث عن انسحاب بعض القوى ذهب الى المعارضه، لماذا يعني هذا الاتجاه نحو المعارضه؟ لماذا القوى ما كانت تتحدث عن المعارضه بهذه الطريقه، اليوم اصبح الحديث عن المعارضه بشكل واضح، هل هو تخوف من الحكومه المقبله التي ستشكل؟ يعني ابتداء يعتبر التيار الصدري ركن من أركان العملية السياسية، والتيار الصدري لديه قاعدة جماهيرية مهمة وكبيرة، وأيضا السيد الصدر له وزن في العملية السياسية إلى حد كبير، وبالتالي حتى وإن لم يكن جزء من العملية السياسية وانسحب تبقى العيون منصبة ومتجهة للتيار الصدري، تنظر تحركاته ورغباته، وبالتالي هنالك رغبة من الكتل السياسية التي الآن عاكفة على تشكيل الحكومة، هي تريد أن يعني تستفيد من رؤية التيار الصدري بتشكيل الحكومة، ولا تريد أن تغفل ولا تريد أن تغض الطرف عن الرؤية السياسية للتيار الصدري. هذه أول مسألة المعارضة. أيضا هنالك رغبة، يعني بعد مرور أكثر من 20 سنة على العملية السياسية الجديدة نحتاج إلى تغيير، يعني هنالك رغبة، وهذا ما أراده التيار الصدري، أنه ليس من الضرورة أن تكون الكل مشاركة، وأراد أن تكون هنالك معارضة، وبالتالي لا ينبغي حتى نخرج من مسألة المحاصصة، حتى نخرج من مسألة يعني المشاركة، مشاركة جميع الأحزاب في إدارة في تشكيل الحكومة، لابد أن تذهب بعض الأحزاب إلى المعارضة. وأعتقد هو مبدأ المعارضة مبدأ في يعني في المبدأ هو مبدأ إيجابي، يعني لو كانت هذه المعارضة تحاول أن تراقب أداء الحكومة، تراقب اللجان، وبالتالي هو شيء إيجابي يقوم عمل الحكومة، وتكون الحكومة يعني منظورة من قبل هذه المعارضة. حتى الإطار التنسيقي هو عندما يقول نحن منفتحين على الجميع ولا نجبر أحد على الخروج إلى للمعارضة، يعني هم ليس لديهم مبدأ إقصائي كما أراده التيار الصدري. التيار الصدري إيش أراد؟ أراد أن هنالك بعض الجهات أن يدفعها دفعا نحو المعارضة، وهذا مبدأ رفضه الإطار التنسيقي. قال من يريد أن يذهب إلى المعارضة لابد أن تكون بملء إرادته، يعني ليس تحت التهميش والإقصاء والرغبات. ومن هنا أعتقد هذا المبدأ عمل عليه الإطار التنسيقي. وأيضا السيد عمار الحكيم كما ذكرت في المثال يرغب بأن يكون في المعارضة، لا يرغب أن يكون جزء من الحكومة، مع العلم هو من الإطار التنسيقي، يعني هو جزء أساسي من الإطار التنسيقي، لكن ليست لديه رغبة أن يشارك في هذه الحكومة. وحتى الحكومة التي كان من المفترض أن يشكلها التيار الصدري أيضا ليست لديه رغبة. في المجمل هذه الصورة يعني إجمالية عن شكل الحكومة التي سوف يتم. أعتقد أنه الحديث الآن ليس عن شكل الحكومة، أعتقد أنه الحديث الآن عن
الصفات لرئيس الوزراء. الحديث الآن عن يعني الانقسام داخل إقليم كردستان، الحديث نوعية هذه الحكومة. نحن الآن تجاوزنا مرحلة لأنه لدينا قاعدة برلمانية كافية بتمرير الحكومة التي يريدها الإطار، فالنقطة رأس سطر انتهت القضية. والإطار شو اللي يريد يعني؟ ليش نحن الآن أمام خيارات صعبة اللي هي مسألة رئيس الوزراء. رئيس الوزراء أن يطرح السيد المالك اليوم وبقوة، وتتحدث القوى المناوية عن تخوف من هذا الطرح. يعني سابقا يعني أعتقد المؤتمرات السياسية ما انطرح اسم السيد يعني المالكي. أعتقد كل طرح في هذه المرحلة، كل أي اسم يطرح هو من أجل يعني تحرق هذه الأسماء، وبالتالي مسألة طرح السيد المالكي أعتقد أنها سوف تثير التيار الصدري، والتيار الصدري يرفض بشدة، وبالتالي نوع من أنواع الاستفزاز. لو أراد الإطار حقيقة، لو أراد الإطار التنسيقي أن يسمي السيد المالكي لرئاسة الوزراء، سوف تكون لدينا حالة من عدم الأريحية من قبل التيار الصدري، ونوع من أنواع الاستفزاز، وبالتالي ممكن أن يخرج الشارع وبعنف وبغضب في الشارع العربي، وبالتالي سوف نواجه مشكلة حقيقية، وهذه حقيقة يعيها جيدا تعيها الدولة القانون ويعيها جيدا الإطار. هو الإطار يمتلك شخصيات أو أسماء إذا ما طرحت. نعم لدينا الكثير من الشخصيات، وأيضا هناك شخصيات مستقلة مقبولة لدى التيار. أي شخصية تطرح أنا أعتقد أنه سوف يتم رفضها من قبل التيار الصدري، أيا كانت هذه الشخصية يتم طرحها باعتبار أنه هو غير راضي عن الإطار جملة وتفصيلا. المسألة القبول وعدم القبول لا يعني بالضرورة أنه سوف يتم إسقاط هذه الحكومة، ولا يعني بالضرورة أنه سوف تخرج تظاهرات، لأنه اتخذ الاعتزال واعتزل عن المشهد السياسي، وبالتالي هذا ليس شأنه. يعني أنه من سوف يكلف بتشكيل الحكومة. أعتقد أنه المسألة أيضا تهم الإطار أكثر مما تهم التيار الصدري، لأنه نجاح الحكومة وعدم نجاحها سوف يتحمل مسؤوليته الإطار ومن يسمي الشخصية. أعتقد أيضا العلاقة اليوم هنالك حتى هذه اللحظة الأسماء لم تحسم، حتى زيارة الكاظمي للجمهورية الإسلامية وللسعودية قد تكون بنفس الاتجاه بنفس الإطار، يعني محاولة أخيرة للسيد الكاظمي من تسويق نفسه وإمكانية أن يعود باعتبار أنه مقبول من قبل. والبعض تحدث ربما الإطار سيجدد للسيد هذه محتملات. نعم هذه محتملات، تحدثوا على شيء بشكل مشروط، يعني ربما يضعون شروط على السيد الكاظمي لبقائه لتجديد الولايه للسيد الكاظمي. يعني احتمال بالفعل اذا ما حصل هذا، يعني هل سيكون التيار الصدري او سيد الصدر يعني هذا الخيار المقبول لديه؟ التيار الصدري طبعا يقبل بالكاظمي من حيث المبدا، ايضا بعض الحلفاء اذا صح التعبير حلفاء الجهة، حلفاء السيد الكاظمي، حلفاء السعودية، بعض الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديهم مشكلة من تسمية السيد الكاظمي، بل على العكس قد يرغبون. أيضا الجمهورية الإسلامية ليست لديها فيتو على السيد الكاظمي، وهي ترغب، يعني ليست معارضة لعودة مرة أخرى. المشكلة عند الإطار في مسألة يعني الولاية الثانية للسيد الكاظمي لا يرغبون، وهذا صرح أكثر من مرة. وأعتقد أن زيارة الكاظمي للجمهورية الإسلامية للضغط على حلفاء الذين يعتبرون حلفاء الجمهورية الإسلامية الإطاريون إذا صح التعبير من أجل تغيير موقفهم وإعادة يعني ولاية ثانية للسيد الكاظمي باعتبار حل ممكن أن يكون للتهدئة لترطيب الأجواء بين التيار الصدري والمعترضين وأيضا دولة يعني الإطار التنسيقي بصورة عامة. لكن هذا وين كان محتمل إلى حد كبير، لكن لا أعتقد أنه هو من سيكون الحل الأخير باعتبار أن هنالك رغبة حقيقية للإطار أن تكون الحكومة حكومة مغايرة تماما عن شكل الحكومات السابقة. أيضا البرنامج الحكومي لابد أن يكون مغاير تماما، لأن هنالك الكثير من المعطيات والتحديات ممكن أن تنقل العملية السياسية نقلة نوعية. يعني من غير المنطقي أن نعود إلى يعني المربع الأول ونبدأ يعني بآليات مستخدمة أو مستعملة. أعتقد أن هذه خيارات يعني جدا يعني كلاسيكية طبيعية يعني غير مرغوب فيها حقيقة، إنما نحتاج إلى ثورة كبيرة ممكن أن تغير من شكل الحكومة، أداء الحكومة، وظيفة الحكومة، الخدمات، ما ممكن أن تقدم الحكومة للشارع باعتبار أنه هنالك حكومة لابد أن تكون حكومة خدمات،
ايضا تعالج المشاكل الاقتصاديه التي يعاني منها. اجيك على هاي النقطه فيما يخص يعني طرح البرنامج الحكومي للحكومه المقبله. رجع لنا استاذ نبيل العزاوي الباحث بالشان السياسي، وارحب بك من جديد استاذ نبيل، واعتذر لهذا الخلل. ليش ما تذهب القوى السياسيه لاختيار رئيس الجمهوريه بشكل تراتبي، ومن ثم الاتفاق على رئيس الوزراء، باعتبار الحوارات اصبحت اسهل اليوم في اختيار رئيس الوزراء بعد المتغيرات الاخيره اللي حدثت بانسحاب الصدريين من العمل السياسي او من البرلمان؟ ليش ما نذهب يعني بتراتبيه لاختيار رئيس الجمهوريه اولا، والكرد حقيقه الحزبين الحاكمين يعني في حوارات، وان لم يصلوا الى نتيجه من هذه الحوارات لكنهم يحاولون. صحيح، هي التراتبيه طبعا، هي اكيد اكو تراتبيه في الحوارات، تراتبيه في التسميات، لا زالت لحد هذه اللحظه نعم الضبابيه كما اسلفنا، ولكن بتقديري ان كان هنالك يعني خلال قوادم الايام سيكون تفاهما على شكل رئيس الجمهوريه، بالتالي سيعني المشهد المعقد سيعني يقل التعقيد، وستكون الامور واضحه جدا، وخاصه اذا ما عدنا ان هنالك توجها لتسميه رئيس الوزراء من غير الصف الاول، وهذا ما حسب ما وصلتنا من تسريبات ان كل الاسماء التي رشحت لرئاسه الوزراء هي لم يعني يتفق عليها، ولكن غير صالحه اسماء من ضمن السيد وطرح اسم السيد المالكي، هذا حقيقي استاذ نبيل؟ نعم، طرح اسم السيد المالكي يعني حقيقي، ممكن الاطار يجرؤ على طرح اسم السيد المالكي اللي هو يشكل عقده لدى التيار؟ لا لا لا، حتى القيادات في دوله القانون نفوا بان هنالك يعني توجها للسيد المالكي لحب لرئاسه الوزراء المقبله، وانما هو كله بالبروباغندا والاحلام يطرح. المهم في هذه القضيه يجب ان نوضحها، ان رئيس الوزراء القادم انا بتقديري سيكون مرحلي وليس دائمي، خصوصا اذا ما فهمنا ان هنالك اتفاقات ستكون على قدم وساق، لان لا تمضي هذه الحكومه لاربع سنوات، وهذا ما اكده الكثير من القيادات الاطار التنسيقي. نعم ان شكل الحكومه سيختلف شكلا ومضمونا، شخصيات الصف الاول من الاطار، شخصيات الصف الاول استاذ نبيل من الاطار يقبلون يكونون يعني كشخصيه رئيس وزراء مرحلي؟ ممكن السيد العبادي، اسماء كثيره انطرحتها، شخصيات الصف الاول بالاطار يقبل ان يكون هو رئيس وزراء مرحلي؟ انا اقصد هنا برئيس وزراء مرحلي، هذا رئيس الوزراء المرحلي مجرد ان يفضي لانتخابات مبكره، يعني يمكن راح تكون هذه الحكومه لا تكون لاكثر من سنه او بالاكثر لتسعه اشهر، ولكن اذا قصدتي بان السيد العبادي سيطرح او هذه الاسماء، انا لا اعتقد اي اسم من هذه الاسماء سيكون مرشحا، خصوصا اذا ما فهمنا ان السيد الصدر سيكون مراقبا لهذه، وهو صحيح غائب جسدا عن هذه الانتخابات ولكن موجود روحا، موجود شارعا، نواظير رقابيه، نواظير شعبيه ستكون حاضره لهذه الحكومه. نعم ان السيد الصدر غائب موجود، ولكن سيقدرون الاطار التنسيقي هذا الامر الذي يحدث ولاول مره من 2006 الى 10 الى 14 الى 15، وبالتالي لن لا احد سيذهب لاستفزاز الصدر باي شخصيه يمكن ان تكون هذه الشخصيه كانت حاضره في الانتخابات. ممكن يكون السيد الكاظمي هو الشخصيه المرحليه حتى يمضي الاطار ب يعني تغيير قانون الانتخابات في المرحله المقبله للذهاب لانتخابات مبكره، ممكن التيار الصدري يسمح بهذا الموضوع؟ يرجعنا الى الدوائر المتعدده؟ انا حسب فهمي وحسب ادراكي للموقف ان افكار السيد الصدر ستكون حاضره في هذه الحكومه، يعني بمعنى تتذكرين اذا رجعنا الى الوراء بال 83 دائره، كان السيد الصدر يعني راغبا او هو الذي يعني قبل بهذه الدوائر المتعدده، ولكن هذه المره اذا تغير قانون الانتخابات وتغيرت المفوضيه، وهذا طبعا اكدت عليه المحكمه الاتحاديه، حتى العد والفرز سيكون متغير، بعد ماكو عد فرز الكتروني سيكون يدوي، وبالتالي انا اعتقد سيكون اتجاه للرجوع الى 18 دائره، هذا السيناريو حاضر، هنالك من يقول سنرجع للدائره الواحده،
انا اعتقد لا، صعب جدا نرجع للدائره الواحده، ولكن رجوع لل 18 دائره هو المطروح حاليا ويدرس من الجوانب القانونيه والاداريه، ويطرح خلال الايام المقبله خلال منهج الحكومه الذي سيكون حاضرا امام البرلمان اذا ما يعني مشت هذه الحكومه ويعني انتهينا من رئاسه الوزراء ورئيس الجمهوريه. استاذ نبيل تفضل بالبقاء معنا، اتحول الى استاذ حسين الكناني معك في الاستوديو. استاذ حسين، قبل قليل تحدثت ذكرت على موضوع البرنامج الحكومي، يعني مهاترات سياسيه، سجالات سياسيه، صراعات قوى على شخصيات فقط. الشارع من طرح له البرنامج الحكومي او برامج حكوميه يختارها الشارع للحكومه المقبله، وشارع ما يهمه بالنتيجه الشخصيه راح يعني تذهب الى سده الحكم، هو بالنتيجه الشارع يريد البرنامج الحكومي اللي يقدم له الخدمه. القوى السياسيه ليش مو واضحه ببرنامج الحكومي حتى هذه اللحظه؟ البرنامج الحكومي تضعه الحكومه، يعني يضعه شخصية رئيس الوزراء، وبالتالي قبل أن نذهب إلى مناقشة شخصية رئيس الوزراء المختارة من القوى الأكبر عددا، نعم ابتداء نختار الشخصية، نختار الشخصية لأن الشخصية قبولها متوقف على الغير. أستاذ حسين، هو رئيس الوزراء اللي إجا بيومين، شخصية أجت بيومين جاي برنامج، البرنامج لدى القوى السياسية اللي رشحت رئيس الوزراء. لا، ابتداء لابد أن يتم اختيار الشخصية، ومن ثم هذه الشخصية تضع البرنامج. يعني الكاظمي عنده برنامج يوم يعني الكاظمي مقبلة. الكاظمي عندما جاء ما جاء بالبرنامج، وإنما جاء بالكاظمي، ومن ثم طرح البرنامج. وهكذا مثلا سيد عادل عبد المهدي تم الاتفاق على شخصه، ومن ثم القبول بما يطرحه. ولابد أن تكون يعني يكون البرنامج، هسه البرنامج يقبل النقاش، وهو لابد ان يكون ناظر علما يعني للحاجات الاساسيه للمواطن، هل هي هذه حكومه خدمات؟ الموازنه اين الاولويه؟ لمن تصرف؟ تصرف للخدمات، تصرف للاستثمار، تصرف للتنميه وهكذا. بالتالي قبل ان نذهب لمعالجه البرنامج الحكومي، نحن الان نناقش بالشخصيات، يعني المشكله عند الاكراد ليس باستحقاق الأكراد لمنصب رئاسة الجمهورية بقدر ما نحن مختلفون عن المرشح. من هو؟ هل هو من الديمقراطي أم من اتحاد الوطن الكردستاني؟ هل هنالك مرشح واحد أو متعدد؟ هذا الإشكالية موجودة في إقليم كردستان، نفس الإشكالية موجودة أيضا في الإطار التنسيقي. يعني ما يؤخر الإطار التنسيقي هو هذا، من سوف يتم تكليفه بتشكيل حكومة؟ وهذه عقدة العقد، يعني حتى قبل تسمية السيد الكاظمي كانت هنالك لجنة سباعية من القوى الأساسية الشيعية، ما اتفقوا على أي شخصية، كل الشخصيات التي طرحت يتم المناقشة بهذه وسير هذه الشخصيات ويتم رفضها، ولا يوجد أي إجماع على أي شخصية، وهذا ما سبب مشكلة حقيقية للبيت الشيعي والإطار الشيعي بهذا الخصوص. أعتقد الآن نفس المشكلة يعاني منها الإطار، الإطار لحد هذه اللحظة يوجد اختلاف وتباين حول الأسماء التي طرحت، وكما ذكرنا أن كل الأسماء التي تطرح الآن هو من أجل الاستهلاك وليس من أجل وليس رؤية حقيقية لتسمية هذه الشخصية. كثيرا ما نتفاجأ أو حتى الشخصية تتفاجأ بأنها سوف يتم تكليفها. أضرب مثال، يعني حتى السيد محمد توفيق علاوي هو في بيروت تم الاتصال معه وتم تكليفه برئاسة الوزراء، يعني طلب منه أن يكون مرشح لرئاسة الوزراء، لم يطرح برنامج، وهو غير يعني غير موجود في العراق أصلا، في بيروت. وهكذا يعني الآن مشكلة الإطار هي في الاختيار الشخصيات، لمن سوف يعطى هذا الملف اللي يعتبر أعلى سلطة في الدولة العراقية؟ طبعا العيون كلها منصبة لهذا المنصب المهم والسيادي والاستراتيجي، لدينا الكثير من الأسماء تطرح الكثير، وكل الشخصيات حتى التي لا ترغب أن تكون مرشحة ترغب أن تكون هي صاحبة المرشح، يعني هي من تطرح هذه الأسماء. يعني دولة القانون يرغبون أن يكون من يتم تكليفه مرشحهم، وليس بالضرورة أن يكون المالكي. وهكذا السيد حتى السيد عمار الحكيم مع حلفاء لسيد العبادي، حتى وإن لم يتم تسمية السيد حيدر العبادي لهذا المنصب يرغبون أن يكون مرشحهم هو من يتم يعني الحصول على هذا المنصب. ومن هنا أعتقد أنه لا يوجد اتفاق، يعني ما زلنا لابد أن نخرج عن الأنا.
شنو علاقة اختيار هسه يعني داخل قبة البرلمان كمعادلة سياسية في اختيار رئيس الجمهورية اليوم الإطار ويا من يتفق مع القوى الكردية اليوم أقرب إلى للمرش يعني اختيار شخصية رئيس الوزراء يعني كيف تكون الحوارات مع القوى السياسية ابتداء الإطار يكون هناك الإطار يريد أن يجمع كل الأكراد يعني هو لديه الاتحاد الوطني الكردستاني هو يستطيع أن يذهب مع الاتحاد الوطني ويعيد تسمية يعيد تسمية برهم صالح لكن هذا سبب له مشكلة عدم وجود الأكراد جميعا وخروج الديمقراطي الكردستاني لأن الكردستاني الديمقراطي ما زال يصر على أنه لديه مرشح غير مرشح الأستاذ يعني برهم صالح لديه سيد أحمد ريبر وبالتالي هو يصر على أن يكون هو مرشح وهذه مشكلة داخل إقليم كردستان يوجد اختلاف وانقسام حاد بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول هذا المنصب يعني حتى لو سلمنا جدلا أنه الإطار التنسيقي استطاع أن يتعبر المرحلة ويخرج بمرشح أيضا تبقى عقدة مرشح رئاسة الجمهورية ما زالت باقية ويصر الديمقراطي على أن يمرر مرشحه مع الاتفاق مع الإطار التنسيقي أستاذ نبيل يعني موضوعة اختيار رئيس الجمهورية وفيما يخص شخصية دكتور برهم صالح تحديدا أستاذ نبيل هل لسيد صالح فرصة أخرى اليوم لرئاسة الجمهورية خصوصا يعني بعد التغريدة الأخيرة للسيد الصدر اللي يعني تحدث عن عدم توقيع مرسوم الخاص بالتطبيع شنو نقرأ تغريدة السيد الصدر هل هي لصالح الدكتور برهم صالح أم إنها ضده شلون نقرأها لا زال أو الأوساط الإعلامية والمتابعين وكل وسائل الإعلام تنتظر ردا لا زال يعني حتى ما بينها من قانوني 15 يوم مرت على القانون حتى لم يوقع فقط لقضايا الإعدام لا قضايا الإعدام قوانين تمرر 15 يوم وتمرر حتى لم يوقع ولكن بالضرورة يجب أن نفهم لماذا لم يوقع رئيس الجمهورية لحد الآن يعني ما هي الأسباب ما هي الأمور وإن كانت لم تكن هنالك إجابة حضور السيد برهم صالح ستكون محكومة خلال الأيام المقبلة ولم وسيذهبون إلى البديل حتى يعني يجازف بأن شخصية جدلية أو شخصية وخاصة في هذه الأيام الصعبة وخصوصا إذا ما تكلمنا أننا لا نريد استفزاز الصدر فكيف بنا أن نمرر شخصا يوقع على هكذا قضية البرلمان كله بكل فسائل أجمع لا تطبيع أو يذهبون إلى قانون فكري مع الفتاة ننتظر نرى ماذا سيقول السيد برهم صالح هذا أولا ثاني الحظوظ إذا تكلمنا عن الحظوظ هو السيد برهم صالح حتى داخل الإطار التنسيقي هنالك آراء تقول يجب أن يتغير السيد برهم صالح لأنه جدلية بقاء السيد برهم صالح من عدمها هي التي تحددها وحوارات الديمقراطي اليوم مع الإطار يعني أكثر وضوح وأكثر مقبولية نعم حوارات الديمقراطي مع الإطار يعني اليوم الديمقراطي راضي عن كل الشخصيات الموجودة داخل الإطار طريقة التحاور معهم ويعني رؤيتهم للفترة المقبلة يعني الديمقراطي راضي عن الإطار حتى هذه اللحظة يعني هو الأقرب إلى الإطار يعني يعني أنا برد بتقديري الشخصي ستكون مباحثات سواء علنية أو سرية ما بين الديمقراطي الكردستاني وما بين الاتحاد تطورت مهما يشكل العملية السياسية تبدأ من مقصد من هو رئيس الجمهورية هذه الإشكالية التي حصلت سوف تبقى طويلة ويجب أن يكون شخصي مقبول من الإطار أو من الديمقراطي وإلا كيف يقبل الديمقراطي الكردستان على الاتحاد ولو فرضنا جدلا أنه سيقبل ماذا سيحصل الديمقراطي الكردستاني هل سيحصل على محافظة كركوك هل سيحصل على رئاسة الإقليم هل سيحصل على أمور يعني وزارة أخرى سيادية في هذه المباحثات الجدلية التي لا زالت هي حاضرة الإطار التنسيقي يدعم بكل قضية بأنه يجب أن تمرر هذه الأمور ولذلك
كان هنالك اجتماع مع السيد باب الطلباني في منزله مع قادة الإطار التنسيقي لمعرفة كيفية الآلية والمخرج من هذه الجدلية، وبالتالي نخرج بعد ذلك في قضية رئاسة الوزراء، وهنالك أمور لم يتطرق إليها الإعلام وهي الوزارات السيادية، هنالك مشكلة أخرى ستكون وأخص بالذكر وزارة الداخلية والنفط والخارجية والدفاع الكونسي لا زال غير متفق عليه. شنو مصير اللجان اللي كانت اللي شكلت يعني بوجود النواب الصدريين اليوم؟ يعني راح نعيد مرة أخرى يعني على ذكر يعني المؤسسات أو المناصب في الدولة، يعني هسه نتحدث عن البرلمان، ما مصير اللجان اللي شكلت بوجود التيار الصدري؟ يعني راح نعيد مرة ثانية إقرار لجان أخرى ورئاسة اللجان في البرلمان؟ بالتأكيد اليوم هنالك مراجعة شاملة ستكون، وحسب ما فهمنا أن هذه اللجان شكلت على عجالة، وهذه اللجان سوف تتغير ما فهمنا جاء وتغير الخارطة كلها تغير، وبالتالي البرلمان سيتغير، هذا كله ستكون هناك توافقات خلال الأيام والساعات المقبلة. القضية وما هو كيفية الإدارة، الإدارة ومن هل يمكن الإدارة ومن التطبيق قادرة على هذه الإشكاليات المزدحمة فيما بعضها؟ ما هي الرؤية التي يمكن أن تكون حاضرة خلال قوادم الأيام؟ ما هو المنهج الجديد؟ ما هي الاستراتيجية؟ نعم هنالك، نعترف أن هنالك خلافات نعترف، ولكن الأهم من هذا كيف يمكن أن تصحح هذه الخلافات؟ يجب أن تكون هنالك حاضرة عين يمكن أن تراقب هذا كله في ظل هذه المباحثات، وبالتالي يجب أن تكون هذه المباحثات تفضي إلى شيء مقبول، وخصوصا إذا ما تقدر ب 40 مليار دولار هذه الميزانية لم ترى النور، هذه لا سوى قانون الأمن الغذائي الذي قرر ولا نعلم حياته وكيف يمكن أن يكون حاضرا خلال الأيام المقبلة. بالتالي يجب أن تكون حاضر من أهم هذه الملفات، ملف استرداد الأموال، ملف العقد، ملف الأموال، ولذلك نقول يجب أن تكون شخصية قادرة على الموقف، قادرة على حل هذه الاشتباكات خصوصا ما بين كل القوى. ولذلك أنا بتقديري الإطار التنسيقي هذه المرة سيكون لديه الثقل الأكبر والعبء الأكبر، لأنه ماكو بعد تترس، ماكو بعد يقول أحد اليوم الكرة في ملعب الإطار، إن نجح الإطار في هذه الأمور حتى بتقديري سيبارك السيد الصدر لهذه الحكومة، ولكن إذا فشل الإطار مجاهيل كثيرة تنتظر العملية السياسية. كل هذا حديث تمام سيد نبيلي، هذا كله حديث يعني سابق لأوان لحد الآن، يعني صعب نتحدث عن الحكومة المقبلة وطريقة أدائها. يعني التيار الصدري ما زال يعني يشكل عقدة لدى القوى السياسية، والسياسية قوى سياسية تخاف من تأثير التيار في الشارع، يعني حتى في حواراتها حذرة. احنا نتحدث الشارع، القوى السياسية اللي كانوا يسمونه الثلث المعاط او الثلث الضامن للاطار، هم يسمي نفسه الثلث الضامن، ما كان يسمي نفسه الثلث المعطل. بعد استقاله الصدريين تنفسوا الصعداء، حتى الشارع يعني تخيل الشارع انه خلص احنا العقده خلصنا منها وراح نذهب الى تشكيل حكومه بشكل سهل ويسير، لكن الى حتى هذه اللحظه نتحدث عن خيار حل البرلمان. القوى السياسيه طارحه هذا الموضوع وفي ذهنيتها، وحتى الشارع على ما يبدو متقبل خيار حل البرلمان. ايضا ليش حتى اللحظه نتحدث عن الخيار؟ كل من يعتقد انه نحن قد تجاوزنا الازمه فهو واهم. يعني خروج التيار الصدري من البرلمان لا يعني انفراجه بالازمه، بل على العكس، يعني هذا الهدوء الذي تسبق العاصفه. ايضا امكانيه الكل يعرف امكانيه التيار الصدري وجمهوره وشراسة الجمهور التيار الصدري يخلي القوى الأخرى تتعامل بحذر شديد. أيضا في نفس الوقت يعني أنا أعتقد أنه السيد الصدر هو لا يريد أن يكون سبب وعلة حقيقية بالفوضى والدمار والتخريب، هو يعي جيدا خطورة هذا الفعل. قد التيار السيد الصدر لا يلجأ للشارع، لأنه الخيارات التي اتخذها هو اتخذها بملء إرادته، يعني عندما قدم الاستقالة ونوابه داخل البرلمان
عندما انسحب من التحالف الثلاثي هو بملء إرادته، يعني لا توجد قوة يعني اضطرت أو جبر أو أمرت السيد الصدر بالانسحاب. وبالتالي من غير المنطقي ولا المعقول ولا المقبول أن يذهب بتسقيط أي حكومة يتم تشكيلها، لأنه سوف ينتقد بشكل كبير بأنه مثلا لا أرحم ولا خلى رحمة الله تنزل. يعني لا أنت تقدر تشكل الحكومة ولا تقبل غيرك يشكل الحكومة، وهذا يعتبر انتحارا سياسيا بالنسبة للتيار الصدري والجمهور الصدري. بالتالي أظن أنه هو الآن أراد أن يعطي فرصة كاملة للإطار التنسيقي، وهذه فرصة تاريخية للإطار التنسيقي إذا استطاع أن يشكل حكومة، حكومة مقبولة وناجحة بعملها وتقدم خدمات للمواطن، أن تنعش الاقتصاد العراقي، أن تحل الأزمات. أعتقد أنه هذه سوف تكون هناك نقلة نوعية للإطار التنسيقي والجمهور الإطار التنسيقي، وبالتالي سوف تعطيه رصيدا كبيرا في الشارع العراقي على الموضوع على المستوى الشعبي وحتى على المستوى السياسي الإقليمي. بالنسبة للبقية يعني بالنسبة للأكراد، الديمقراطي الكردستاني قد هو من دفع بالتيار الصدري نحو الاستقالة، لأنه منذ البداية كما ذكرتي أنت قبل قليل أنه هنالك رغبة من قبل الاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني إشراك الإطار، لأنه تيقن أنه لا يستطيع أن يشكل حكومة من دون الإطار. وهذا ما عندما طلب من السيد مقتدى الصدر سيد مسعود برزاني أنه ضرورة أن تكون حوارات مع الإطار وإشراكهم، اضطر سيد الصدر لتقديم الاستقالة. تمام، ما تبقى من الوقت معك أستاذ نبيل العزاوي حتى أختم هذه الساعة إذا كان موجود معي أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، حوارات مكثفة، قوة سياسية تتحرك بذكاء نحو الإطار، والإطار يتحرك بأريحية وبوضوح نحو شركائه، لكن الموضوع يعني الإطار يقرأ ذهنية السيد الصدر، يقرأ حتى فيما خجلجات السيد الصدر، يعني فعارف شو يتخوف من عند الإطار ممكن بقرارات من السيد الصدر أو الكتلة الصدرية أو التيار في الأيام المقبلة أثناء حوارات تشكيل الحكومة بالحوارات ذاتها؟ شو التخوف لدى الإطار؟ التخوف لدى الإطار هو مو معنى تخوف بقدر ما هو حذر. أنا الإطار قد كسبت الجولة الأولى، ولكن قلق من نهايات الجولة الثانية اللي هي أصعب من الجولة الأولى. لذلك نعتقد يجب أن يكون المنهج والعقلية لإدارة الدولة حاضرة، وأن يعطي السيد الصدر كما أعتقد تكون هنالك هذا المنهج، هو لا يمكن أن يعني يرفضه الصدر. منهج حقيقي، منهج يمكن اقتصادي، منهج سياسي حقيقي، منهج تصحيحي لواقع خاطئ في الأفراد، يعطي لدينا رسائل بأن حتى الفئة المترددة المشاركة التي تقدر بأكثر من 60%، هذه الفئة الرمادية تحركها، لأن يعني كثير من الأمور من الاقتصادات من الأمور التي معطلة يجب أن تكون حاضرة. لدينا معامل معطلة أكثر من 20,000 معمل، لدينا 40 مليون دونم زراعي لا زال لم يهيئ ويستثمر، لدينا ثلاثة مليار دولار نبني مصفى للبنزين للبترول. هاي كلها يعني كلها الإطار شكل الحكومة، هاي كلها الإطار راح ينفذها، وراح يكون التيار راضي عن الإطار عن حكومته المقبلة، ما راح يخلي العراقيل، ما أعتقد أني بتقديري ما راح يخلي أي عراقيل عفوا، ولكن سيراقب ويتابع المنهج. إحنا ما راح نقول خلال 6 شهور أو سنة كل هذا يتحقق، ولكن مو من 40 صفحة، من 4 صفحات، منهج زراعي اقتصادي تنموي صحي، هذا المنهج يكون خمسي عشري، وأن نبدأ بالتغيير، نترك عقلية الماضي، نترك التخندقات، نترك بناء المؤسسات ونذهب. نتمنى أنه تيار ينطي فرصة للقوى السياسية الأخرى للعمل لتصحيح البرامج الحكومية. نتأمل. شكرا جزيلا لك سيد نبيل العزاوي، الباحث بالشأن السياسي عبر سكايب. شكرا. نضم معك إلينا سيد حسين الكناني، منسق شبكة الهدف التحليل السياسي. شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.